مرحبا جميعا، خلينا نظبط الكاميرا. مرحبا جميعا، ثانك يو لشهان فور ذا تكنيكال هيلب، وكمان شكرا لزينب فور ذا ترانسليشن. فور ذا بيبل هو وانت تو واتش ذا ترينينج ان انجلش، يو هاف تو كليك اون انتربريتيشن اند تشوز ذا لانجويج اوف انجلش. اند اف سمبادي از واتشينج ان انجلش بليز سي يس. إذا حدا عم بيحضر بده يحضر باللغة الإنجليزية، ما بعرف ليه عم بسأل بالعربي، قولوا يس. أوكي، كتير منيح. سو هيدا التريننج رح يكون باللغة العربية اليوم. في قصص رح تسمعوه أول مرة، حضرت حالي منيح لهيدا التريننج، وإن شاء الله هيدا التريننج بيعطيكم فكرة عن المجال اللي أنتوا قررتوا تبنوا مستقبلكم فيه. ف قبل ما بلش بس خلينا مثل العادة نتأكد انه عم تسمعوني. اذا عم تسمعوني حطوا الرقم 8، كتير منيح. بس بدي اخبركم اليوم بالاتصال عنا 398 شخص. انتم ما فيكم تشوفوا بس انا فيه شوف، 398 شخص، اكيد رح نقطع على 400. وتاني سؤال مثل العادة، من اي بلد عم تحضروني؟ لبنان، جزائر، إمارات، خلينا نفتح الشات مع بلحي، سعودية، لبنان، كردستان، سوريا، عراق، لبنان، كويت، روسيا، مصر، الجزائر، غانا، هولندا، بلجيكا، فلسطين، سايبرس، المغرب، كونغو، قطر. بصراحة ما لحقت على عدد البلدان. أمريكا، USA، تركيا، سعودية، ألمانيا، سوريا قلنا. إن شاء الله ما قفيت ولا بلد. بعتقد حوالي عم نحكي عن 30-35. إسبانيا، أهلا وسهلا خالد. سنغال، أبيجان، كوت ديفوار، سودان، كندا. واو، فوق 40 بلد بعتقد. رائع، خلينا نبلش، ما رح طول عليكم أكثر. أهلا وسهلا فيكم من كل العالم. عشان هيك بحب هيدا المجال، بتعرف ناس من كل العالم، بنحس حالنا عن جد عائله واحده. الاكسلريتين نحن عائله واحده بكل العالم. فاليوم خلينا نعمل شير سكرين. اليوم لحظه بس، ايه بعتقد عم نسجل. خليني اتاكد. يس، عم نسجل ريكوردينج وموجودين كمان على الفيسبوك. فيسبوك جروب تبعنا صرنا 415 شخص. اوكي، سو للليدرز اللي عبالهم يكونوا بانلست، احكوا مع شهان، هو عم بيهتم بالموضوع. اوكي، وير جود. اوكي، ف للأشخاص اللي ما بتعرفوني، اسمي جاري زنبكجان، أنا أميرت دايركتور بشركة جوناس جلوبل. صار لي بمجال النتورك ماركتينج أو مالتي ليفل ماركتينج، اليوم رح تتعرفوا عنه عن المجال أكثر. صار لي 11 سنة مع جوناس، 4 سنين ونص. بزنس تبعي حاليا واصل ل 71 بلد. مبيعات عملت آخر 4 سنين أكثر من 5 مليون دولار. والحمد لله هيدا الشيء مش بس لحالي، معناتها في كتير ناس بفريقي، في كتير ليدرز قادة بفريق هنن كمان عم يستفيدوا من كل هالمبيعات، وفي كتير ناس تغير حياتهم من وراء هيدا المجال. شخصيا بلشت هيدا المجال قبل 11 سنة، بلشت اتعلم هيدا المجال قبل 11 سنة. بقولها بهالطريقة صراحة لأنه اكتشفت انه هو مجال، وهيدا المجال مثل حيالة مجال لازم نتعلمه. وبلشت مشوار التعليم قبل 11 سنة. تعلمت كتير قصص قبل 11 سنة. بس في قصص اللي بدي أحكي اليوم، ياريت حدا فسر لي إياهم لما بلشت قبل 11 سنة. ما كنت خسرت 6 سنين من ال 11 سنة. يعني أنا في يقول إنه بلشت عن جد نتورك ماركتينج صحيح قبل 4 سنين ونص لما بلشت مع جوناس. ياريت هيدا التدريب اللي رح أعمل هلأ، يا ريت حدا عمل لي إياها بأول 6 سنين أو 4 سنين خلينا نقول، لأنه هلأ رح أخبركم شو صار معي برابع سنة. يا ريت حدا علمني
قول القصص اللي انا راح اخبركم اليوم. ف اللي راح نحكي اليوم هو اول شيء عن المجال النتورك ماركتينج كتاريخ مجال النتورك ماركتينج. فراح تاخذوا كثير نوت اوكي، او فيكم تصوروا السلايدز اللي راح احطهم. فتاريخ النتورك ماركتينج، من بعدها بدي احكي عن الليجاليتي، قانونيه هذا المجال، قانوني مش قانوني وكل هالتفاصيل. واخر شيء بدي احكي عن انواع كاتيجوري شركات النتورك ماركتينج اللي بيسموا حالهم نتورك ماركتينج الشركات. فخليني افرجيكم كل الانواع وحسب خبره صار معي شخصيا، اللي هي رح اخبركم بعد شوي رابع سنه صارت معي اللي تعلمتهم برابع سنه. خلينا نبلش. اول شيء شو هو النتورك ماركتينج؟ نتورك ماركتينج او بالعربي بيقولوا تسويق الشبكه. نتورك ماركتينج هو وسيله لتوزيع المنتجات، بالانجليزي بيسموه distribution channel. رح اقرا الانجليزي اول شيء اوكي. Network marketing is a distribution channel for products or services that the company can use to distribute their products or services. Okay? فكل القصة انه network marketing او التسويق الشبكي هي وسيلة تقدروا يوصلوا إذا عم تسمعوني حطوا الرقم 3. أوكي كتير منيح. أوكي ما بعرف شو صار. Technical problem. Anyway. فالنتورك ماركتينج هي بس وسيلة للشركات يوصلوا منتجاتهم للمستخدمين. طريقة غير تقليدية. يلي بيعملوا by allowing anyone. رح أقرأ الإنجليزي أول شيء. By allowing anyone, no matter their background and expertise, to be an independent distributor of those products and services. Maneta, okay, sorry, I didn't share my screen. Lahza. Okay, khayna mo share screen. Tankammel. كتير منيح. Good, but yes. Okay, so by allowing anyone, no matter their background and expertise, to be an independent distributor of those products and services. فالشركات النتورك ماركتينج بيعطوا الفرصة لمين ما كان، لو شو ما كان تاريخهم، لو شو ما كان خبرتهم قبل، مين ما كان بيقدر يكون موزع مستقل لهالخدمات او المنتجات. اوكي، فبهن بيعطوا الفرصه لمين ما كان يكون موزع، مش بس لوكيل حصري. اوكي، فبيكون في كذا وكلاء لهم بحوالي العالم. فبهذه الطريقه بيقدروا يوصلوا المنتجات ل
مستخدمين حول العالم. ف وهول الكونتراكترز يعني هول الاشخاص can earn on direct selling, فيهم يعملوا مدخول من وراء البيع المباشر للمنتجات او الخدمات, وكمان on multiple level of sales from other distributors they recruit, وكمان فيهم يعملوا مدخول من وراء المبيعات اللي بيعملوا شبكة التسويق شبكة التسويق رح يبنوا مع غير موزعين او وكلاء لهم يلي هن بيوصفون عندهم. اوكي, فهيدا هو النتورك ماركتينج. فكرة النتورك ماركتينج هي شبكة تسويق تستعملها الشركة كرمال يتوزعوا منتجاتهم وبيعطوا فرصة لمين ما كان بالعالم يستفيدوا بتوزيع هالمنتجات. فهيدا هو النتورك ماركتينج. هلا اكيد مع تطور الوضع الاقتصادي عالميا والمشاكل اللي عم بيعانوا الناس يلي اتكلوا على طرق الدخل التقليدية يلي ما عادت مثل قبل, صاروا الناس عم بيفتشوا على غير طرق كيف يون يعملوا مدخول, وهيدا الشيء ساعد انه مجال النتورك ماركتينج يتطور اكتر واكتر واكتر, يصير في طلب عليه اكتر واكتر. حاليا بالعالم في اكتر من 200 مليون شخص عم بيشتغلوا مجال النتورك ماركتينج, وكل سنة عم بيزيد. يعني من 11 سنة انا بلشت, نسبة الناس اللي عم بيشتغلوا هيدا المجال كمجال بيقبض يعني مدخولهم 100% من هيدا المجال, النسبة عم بتزيد مع الوقت. فهيدا النتورك ماركتينج. تاريخ النتورك ماركتينج, صراحة في كتير أرى امتين بلش النتورك ماركتينج, بس أكتر قصة معروفة هي أنه ب1940s أسست شركة اسمها كاليفورنيا فيتامينز بكاليفورنيا بأمريكا, وكانوا يبيعوا سابليمنتس يعني متممات غذائية اسمها نيوتريليت. أوكي, هيدا الشركة كانوا يستعملوا استراتيجية دايركت سيلينج يعني البيع المباشر, ولأنه منتجاتهم كانوا منيح في طلب عليهم, صاروا الموزعين يلي كانوا عم بيبيعوا البيع مباشر صاروا هنن يوصفوا عائلاتهم وقرايبينهم تهنن كمان يبيعوا وياخدوا قسم من المبيعات. بهيدا الطريقة يعني مش الشركة خلقت النتورك ماركتينج, الناس اللي هن الموزعين هن خلقوا, والشركة انتبهت هيدا الشيء بعد فترة وخلقتها كسيستم كطريقة بالشركة انه صار في نسب معينين فيهم يقبضوا من وراء المبيعات اللي هن بيوصفون. فبلشوا ب 2% من المبيعات, وبهيدا الطريقة اول مرة صار في نتورك ماركتينج مالتي ليفل ماركتينج, يعني يجي كوميشنز او نسب من الربح على كذا ليفل. سو من وقتها صار في قاده كتير مهمين وناجحين بشركه كاليفورنيا فيتامينز, ومن اشخاص هالليدرز اللي في ناس بيعرفوا اساميهم, في اشخاص بتعرفوا جيم رون كان, اذا بتعرفوا جيم رون, اذا ما بتعرفوا فتشوا عليه على اليوتيوب. جيم رون من أهم الأشخاص بعالم التطوير الشخصي بالpersonal development عالميا, وهو أول شركة بلش بهذا التطور الشخصي لإله, هو بلش بشركة كاليفورنيا فيتامينز وتعلم بالنتورك ماركتينج التطوير الشخصي. فجيم رون بعدين صار من أهم ناس معروفين بعالم التطوير الشخصي. غير جيم رون في شخصين من عائلة دافوس. أوكي, هول الشخصين ب1959 أسسوا شركة أموي, تركوا شركة كاليفورنيا فيتامينز وأسسوا شركة أموي. وكمان في ليدر تاني, في قادة تاني كان عم يعمل مبيعات كتير من عائلة شاكلي, كمان فتح شركة تاني اسمها شاكلي تقريبا بذات السنة. ليه هيدا التاريخ كتير مهم؟ لأنه أموي وشاكلي هن الشركتين اللي بعدهم لهلا عم بيشتغلوا, بعدهم لهلا منتشرين بالعالم, وأموي خاصة هي أول شركة نتورك ماركتينج بعمل مبيعات عالم, يعني لهلا لهالسنة لسنة 2020 هي الشركة اللي عملت أكتر شيء مبيعات
من مقارنة لغير شركات النتورك ماركتينج. فمن 1959 لا هلا، وهلا بس نحكي عن الليجاليتي عن القوانين النتورك ماركتينج، كمان أموي إلهم دول كتير كتير كبير بقانونية النتورك ماركتينج. ف ب 1960 بالستينات كان في شركات يشتغلوا بس بيع مباشر، كان في شركات بس كانوا يشتغلوا بيع مباشر، بلشوا يطبقوا المالتي ليفل، يعني يكون في كوميشنز او مدخول من وراء المبيعات اللي بيصيروا بغير ليفلز. من هول الشركات المعروفين حطيت كم امثال، ايفن، تابروير، وماري كي، صاروا كتير كتير مشهورين عالميا، كمان يستعملوا هيدا النوع من الماركتينج. ليجاليتي قانونية النتورك ماركتينج، لكن بالأربعينات والخمسينات والستينات ما كان في قانون لهيدا المجال. وفي كتير ناس شبهوا النتورك ماركتينج أو هيدا النوع من المبيع للمنتجات والخدمات، شبهوا لشيء غير قانوني اسمه تسويق الهرمي أو البيراميد سكيم، أوكي؟ أو شبكة الهرمي، أوكي؟ أو خدعة الهرم كمان بيسموه، إذا بدك ترجمها كلمة كلمة من الإنجليزي خدعة الهرم أو بيراميد سكيم، أوكي؟ فب 1975 صار في قضية ضد شركة أمواي من الـ FTC. شو الـ FTC؟ FTC هي منظمة للدولة الأمريكية اللي بتشتغل تتحافظ حقوق المستخدمين أو بيحاربوا حيلا خدعة أو احتيال بيصير لمستخدمين أمريكيين، أوكي؟ فFTC فتحت دعوة ضد أموي أنه أموي عم تشتغل بطريقة البيراميد سكيم. خليني أول شيء فسر شو البيراميد سكيم قبل ما فسر شو صار بآخر هيدي القضية. بيراميد سكيم إلى شبه تشبه بس مش مثل، يعني لما أنا بيقول في ناس بيقولوا لي إنه نتورك ماركتينج هي هرمي، بقول لهم كأنك عم بتقول البنات مثل الشباب لأنه اثنيناتهم إنسان، لأنه بيشبهوا بعض هنن إنسان، أوكي؟ بس البنات منهم مثل الشباب، بيشبهوا، أوكي؟ كأنه عم نقول الصينية والكورية مثل بعض، بيشبهوا بس منهم مثل بعض، أوكي؟ فينا نقول كيف يعطيكم كتير غير أمثال، يعني في يقول إنه خلينا نقول إنه مثلاً الأفلام الأمريكانية والأفلام الهندية مثل بعض، إيه اثنيناتهم أفلام بس منهم مثل بعض، بيشبهوا بعض، أوكي؟ ففي فرق كتير كبير بين تسويق الهرمي أو البيراميد سكيم والنتورك ماركتينج أو المالتي ليفل ماركتينج اللي هو الاسم القانوني بأمريكا، أوكي؟ فشو هو البيراميد سكيم؟ خلينا نفسر. بيراميد سكيم هي لعبة مصاري، ورح فوت تفاصيل أكتر بعد شوي، أوكي؟ هي لعبة مصاري، لعبة استثمار مصاري يلي بيخلي الناس يدفعوا مصاري تيفوتوا بهاللعبة، أوكي؟ وبيعملوا نصب من بعض، وآخر شيء ما في منتجات، ما في شيء، ما عم بينباع، ما لنا تجارة، أوكي؟ وآخر شيء ما بتضاين، لأنه في ناس دائما بحيالة سوق في نسبة صغيرة بيفوتوا بهاللعبة، فآخر جيل بيخسروا مصرياتهم، وأول ناس بلشوا هيدا البيراميد سكيم هنن أكتر ناس بيعملوا مدخول، فالناس اللي فوق بيعملوا أكتر شيء مصاري. هلا هول الناس يا بيهربوا بيروحوا على برازيل أو شيء محل، يا بيروحوا بيعملوا غير شيء ما بعرف شو بيعملوا، بل يا بيفوتوا بالحبس، أوكي؟ إذا انكمشوا. فهيدا شيء غير قانوني البيراميد سكيم، وناس بيفوتوا على الحبس بأمريكا وبأوروبا وبكتير بلدان للأشخاص اللي بيبنوا بيراميد سكيم. هلا بالبلدان العربية ما في قانون ثابت عن الموضوع عن البيراميد سكيم، لأنه ما كان في من زمان، يعني لما كان في ضجة البيراميد سكيمز بأمريكا صراحة كان بالثلاثينات أربعينات وقت الحرب قبل الحرب العالمية الثانية، من وقتها صار في قانون لبيراميد سكيم ضد الناس اللي بيشتغلوا بيراميد سكيم أو بيبنوا بيراميد سكيم.
FTC فتح الدعوة ضد أمواي أنه أنت الطريقة هالمالتي ليفل الناس عم بيتسجلوا تحت بعض هي مثل البيراميد سكيم. أوكي، يعني أنت عم بتدير بيراميد سكيم. فبعد قضية طويلة 4 سنين أخذت، القاضي أخذ قرار، وحطيت لكم شو القرار اللي أخذ القاضي. أوكي، أخذ قرار أنه أمواي was not an illegal pyramid scheme. أخذ قرار أنه شركة أمواي منا شركة بيراميد سكيم غير قانوني، لأنه أمواي سيستم طريقة اللي عم تشتغل عليها أمواي is based on retail sales to customers. لأنه أمواي عم متكلة بزنس تبعها وما تقولها عم بيع المنتجات للمستخدمين، فمنا لعبة مصاري. Amway has avoided the abuses of pyramid scheme by ليه منهم pyramid scheme؟ والقاضي قال لأنه أول شيء ما بيطلبوا مصاري أول ما الشخص بده يفوت ب كديستريبيوتر كموزع. يعني البيراميد سكيم تتفوتوا فيها أوكي لازم تدفعوا ممبرشيب عالي، يعني $1,000 يمكن $2,000 أو $10,000 شو ما كان، ما بتاخدوا شيء بالمقابل. أوكي، فبينما لما أمواي شخص بده يصير ديستريبيوتر كل اللي عليه يعمله انه يشتري منتجات راح يسوقهم ويبيعهم او يستخدمهم ويجربهم. فهيدا قصة التجربة منتجات او ستادي للمنتجات او البحث عن المنتجات، لانه اذا بدنا نشوف اذا بدنا ناخذ هيدا البزنس بجدية ام لا، بدنا نجرب المنتجات او نشتري منتجات تنرجع نبيعهم نعمل ربح، هيدا شيء قانوني 100%. اوكي، القاضي عم بيقول مش انا. Making product sales a precondition to receive the performance bonus. اوكي، فأمواي عندهم قانون انه تقدر تعمل مدخول لازم تبيع اول شيء للزبائن، تقدر تستفيد من المدخول من الفريق لازم تعمل مبيع للمنتجات للمستخدمين. هذا تاني سبب. ثالث سبب، لأنه أمواي عندهم قانون اسمه buying back، يعني excessive inventory، يعني إذا شخص ما قدر يبيع ما بده بقى يبني هيدا البزنس، في عندهم قانون تا يرجعوا المنتجات ويرجع يرجعوا له حق المنتجات للشخص. أوكي، هلا كل شركة عندهم قوانين بهيدا الموضوع غير عن التاني. بالنسبة لشركة أمواي وشركة جوناس اللي نحن بنشتغل فيها تقريبا هي ذاتها، أول شهر بيرجعوا 90% من المصاري، من بعد الشهر أول سنة 70% من المصاري إذا الشخص بده يرجع. فهيدا القانون معناته أنه بالعكس أمواي عم تحمي هول الأشخاص تما يتضايقوا أو يحسوا أنهم خسروا مصرياتهم. أوكي، ثالث رابع سبب، requiring that products be sold to retail customers. يعني بيدفشوا الأشخاص، الشركة عم تدفش الأشخاص أنه هول المنتجات ينباعوا لزبائن أو يبيعوا منتجات للزبائن، مش يخلوهم عندهم ويجبرون يضلون يشتروا أكتر زيادة. أوكي، فلهول الأسباب تاخد قرارات كمان بتغيير كم شغلة لازم يغيروا أمواي تتكون ما في ولا مشكلة ولا قضية ولا شخص. هنا عادة FTC شو بهمهم؟ FTC بتهمهم أنه ما يكون في ناس انخدعوا. أوكي، فشافوا أنه لا، شركة ما عم تخدع حدا، بالعكس الشخص اللي عم يشتغل أكتر هو اللي عم يستفيد أكتر. كمان لازم تعرفوا كرمال الليجاليتي، فقصدي شو قصة القانون اللي صار من بعد هيدي القضية ب 1979. أول مرة صار في قرار قانوني من وراء قضية FTC ضد أمواي، إنه أول مرة حدا من الدولة الأمريكانية وبكل العالم، هي أول مرة صارت، إنه قالوا كلمة مالتي ليفل ماركتينج، قالوا انه هيدا شيء قانوني.
فمن وقتها أكيد صار في غير قضايا وقوانين وهيك، بس دايماً بيرجعوا على القرار اللي أخذ القاضي القاضي ب 1979. Sound has gone. عم تسمعوني؟ حدا قال لا لا عم بيسمعوني عم بيسمعوني، المشكلة عندك شينار. أوكي؟ ف ودايماً ودايماً من بعد هيدا القرار اللي صار، صار في زيت القرارات بقوانين بأوروبا، ببلدان بأوروبا مثل مثل فرنسا، مثل إنجلترا، مثل ألمانيا، وبعدين صاروا زيت القوانين يتطبقوا بيابان، بفلبين، بسنغافور. فكل هول البلدان صاروا يطبقوا هول القوانين من وراء هيدي القضية اللي صارت ب 1979. وكمان تتأكدوا انه هيدي الشركة قانونية او مش قانونية، عم بتتابع هالقوانين يلي فرجيتكم هلأ ام لا، لازم تعرفوا انه في نقابة لشركات النتورك ماركتينج او المالتي ليفل ماركتينج. النقابة يلي تأسست اول شيء هي DSA، هي نقابة Direct Selling Association، موجودة من 1910 بس انطورت من وقتها، تغيرت كتير، بس بعدها موجودة هيدي النقابة أو جمعية، دكتور ماجد عم بيسميها بالعربي جمعية Direct Selling Association، اللي هي جمعية البيع المباشر. فالشركات يلي هنن عضو ل DSA هنن شركات القانونيين اللي بيطبقوا هول القوانين اللي فرجيتكم هلا. اوكي، هلا وين فيكم تشوفوا اكثر القوانين كقانون بامريكا خاصه، لانه هيدا المجال بلش تاسست بامريكا، في بيج لينك راح ابعتها هلا بعد ما خلص الاتصال للجروبات الواتساب ويلكم تو جوناس، وخلي الليدرز تبعكم يبعثوا لكم، خلوا معكم اقروه، لانه ال FTC بهيدا اللينك هو governmental link، معناتها الدولة الأمريكانية هي اللي عم بتفسر شو هي المالتي ليفل ماركتينج وشو اللي بتخلي هي تكون قانونية وغير قانونية. يعني كل شيء انا عم جرب فسر هلا مكتوب بالانجليزي بهيدا الصفحة، فحدا بيقلكم قانوني او مش قانوني، حدا بيقلكم بيقلكم في بلوج قايل انه هيدا بيراميد سكيم، نتورك ماركتينج هو بيراميد سكيم، مش مهم رأي الأشخاص. لما نحكي قانون أو مش قانون بدنا نطلع على القانون، رأي الشخص ما بيهم. أوكي، فاللي معتبر حاله أنه قاري بلوج أو شيء أونلاين، حدا ما بنعرف مين كاتبه أصلا، أوكي، أو واحد ممثل عم بيمثل ويضحك العالم، عم بيعطي رأيه أنه نتورك ماركتينج أو شبك تسويق الشبكة هو تسويق هرمي، اللي بيقول هالشي ما بيفهم بالقوانين ولا قاري القانون أو ما عباله يقرأ أصلا. أوكي، بس بدي إياكم تعرفوا شغلة، البلوجرز أو الناس اللي بيعملوا فيديوز وبلوجز وهيك، هن الناس بيطلعوا مدخولهم من وراء الناس اللي بيجوا بيحضروا الفيديوز تبعهم على اليوتيوب أو بيفوتوا على البلوك تبعهم على الصفحة تبعهم. ليه؟ لأنه على الصفحة تبعهم في دعايات، وهول الدعايات بيدفعوا له مصاري، الجوجل أدز بيسموهم. أوكي، فهن بيشوفوا أنه الناس اللي عم بينعزموا يوميا على شركات النتورك ماركتينج دايما رح يعملوا بحث أونلاين يشوفوا إذا هيدا الشيء صح أو غلط، لأنه العالم مش متعودين من هن صغار يقولوا لهم تعرف واحد من المجالات اللي فيك تعمله بحياتك هو نتورك ماركتينج، لانه مجال عم بيتطور هلا اكثر واكثر تيصير مجال معروف عالميا، خاصه بعد الكوفيد هيدا الشيء سرعت العمليه كثير صراحه، انه تنتشر اكثر والناس يعرفوا انه هيدا مجال، واحدة من المجالات البزنس فروم هوم اللي في ناس هلا حاليا، لانه اكثريه الناس ببيوتهم عم بيبنوا هيدا البزنس اونلاين، والطلب عم بيزيد قد ما يقولوا هول الناس يلي مفكرين انه او البلوجرز اللي عم بيعملوا مدخول من ورا شغلنا نحن، لانه كل واحد عم بيعمل بحث عم بيوصل للبيجز تبعهم. فهول بس رايهم الشخصي، لما نحكي قانون بدنا نقرا القانون. اوكي، هيدا اهم شيء تعلمته انا. ففيك رح ابعث لكم اللينك تبع القانون للدوله الامريكانيه، وكل بلد عندهم قوانينهم.
وحاليا الدي اس اي من بعدها عملوا جمعية شركات البيع المباشر رجعوا عملوا WFDSA. شو WFDSA؟ World Federation of Direct Selling Association. معناتها جمعوا صار في DSA Direct Selling Association جمعية البيع المباشر بعدة بلدان بالعالم أو بعدة أسواق، فجمعوهم كلهم بجمعية واحدة اسمها World Federation of Direct Selling Associations. وبنا نشكر World Federation of Direct Selling Association لأنه أخيرا أخذوا المنطقة العربية بجدية وفتحوا أول فرع للدي اس اي بمساعدة أكيد وكيل أو ستوكس تبع جوناس بالشرق الأوسط مستر عمر المصري اللي هو بلش هالمبادرة. وأخيرا صار فيه بأول بلد عربي بالإمارات فرع للدي اس اي بسموه دي اس اي ميدل إيست. وكمان فيكم تروحوا على الويب سايت تبع دي اس اي ميدل إيست تشوفوا أي شركات اللي هن ممبر، يعني عضو معناتها هنن بيشتغلوا بالطريقة القانونية اللي فرجيتكم هلا القوانين. أوكي، فإذا أنتم بالمنطقة العربية بدكم تشتغلوا مجال النتورك ماركتينج، كل اللي عليكم تعملوا تشوفوا بالدي اس اي شو مين هنن ممبرز، وما تخافوا تشتغلوا مع هالشركات لأنه هول شركات قانونيين. أوكي، فهلا حاليا رح أحكي عن الكاتيجوريز أو كذا نوع شركات نتورك ماركتينج، وهيدا الشيء انا رح اخبركم قصه كيف تعلمت هالشيء. رح اخبر قصتي كيف بلشت نتورك ماركتينج. بلشت مع شركه قالوا انه النرويجيه، اوكي، انت كانوا عم بيبيعوا قلم وساعه وكانوا عم بيقولوا نحن بنشتغل نتورك ماركتينج، اهم شيء مطليه ذهب القلم والساعه. ف أنا من وراء التدريبات اللي كنت عم بحضرهم والبحث اللي أنا كنت عم بعمله عن كيف ينجح بنتورك ماركتينج، شو فكرت إنه أنا عم بشتغل نتورك ماركتينج صراحةً. لبين ما ب 2012 شكراً لجينان صراحةً بلشت تعمل أبحاث وشافت إنه لحظة في كذا نوع شركات نتورك ماركتينج، نتورك ماركتينج أكبر بكتير من الشركة اللي نحن عم نشتغل فيها، في قوانين للنتورك ماركتينج. هي بلشت تعمل هول الأبحاث وبس بلشت اسمع لها، أوكي، صرت شوف الأمور بغير طريقة. وفي أقول أنه من وقتها أنا وجينان صرنا نشوف مجال النتورك ماركتينج، أنا بقولها بالإنجليزي إيجل آي. شو معنى إيجل آي؟ تعرفوا النصر، أوكي، نصر بيطير فوق بالسماء وبيشوف الأرض من فوق، بيشوف الأمور من فوق، ما بيشوف الطقس وكل شيء من تحت، ما بيشوف شو عم بيصير من تحت، بيشوف النصر من فوق. فصرنا نشوف النتورك ماركتينج أو كمجال النتورك ماركتينج مثل النصر مش من جوات شركة، لأنه الأكترية الناس انعزموا على شركة نتورك ماركتينج وبيفكروا هاي هي النتورك ماركتينج، انه هالشركه نتورك ماركتينج. لا، هو مجال كتير كبير عالمي، اوكي، مثل ما شفتوا في قوانين وفي كل هولي وفي كتير شركات، اوكي. فصرنا نشوف الامور من فوق، صرنا نشوف القوانين، صرنا نشوف كذا نوع شركات، صرنا نشوف كذا نوع منتجات، كذا نوع خدمات، كل واحد بيعرض قصص كتير لنا، بس ما كنا عارفين أيها أحسن شيء. كنا نتحمس على مشاريع بحمسه جديد، كنا نتحمس على الأرقام، بس ما كنا عندنا خبرة كافية تنقي شو هي أحسن شركة. فاللي صار معنا ب 2014 بعد ما عم نعاني مع شركات بالمنطقة العربية وكنا نحضر، صرنا نروح على أمريكا نحضر محاضرات عن شركات النتورك ماركتينج أو الناس الناجحين بهيدا المجال اللي عم يعملوا ملايين، كنا حاسين إنه شركاتهم غير شركات المنطقة العربية. فطلبنا مساعدة من المدرب هونيك، والمدرب عرفنا على المدرب أكيد تعرفوا اسمه إيريك ووري، هو عرفنا على consultants يعني مستشارين لا شركات النتورك ماركتينج، وهول المستشارين بيساعدوا الشركات
يفتحوا بلدان، يفتحوا أسواق، يساعدون يطوروا شركاتهم، لأنه هول المستشارين عنده خبرة 30 سنة بهذا المجال. هول المستشارين قعدوا معنا نهار كامل بلاس فيغاس صراحة، وعلمونا بهيدا النهار درس ما بنساه أبدا اللي هلا رح شارك معكم. قالوا في عدة كاتيجوريز، يعني في عدة أنواع شركات نتورك ماركتينج، وبدكم تنتبهوا كيف تنقوا شركة إذا هدفكم تنجحوا للمدى الطويل. أوكي، فأول شيء أول نوع شركات، ورح شارك معكم شو قالوا لنا. أوكي، ومع خبرة زيادة أنا، لأنه من بعد هيدا القعدة عملنا بحث سنتين أنا وجينان، عم نشوف أي شركة ننقي حسب النصائح اللي عطونا هالمستشارين. وصراحة هالمستشارين لهم دور كتير كبير، أنه كانوا أصلاً هن قالوا من أول اسم شركة قالوا لي كانت جناس، بس أنا ما كنت عم بتطلع بجناس. أوكي، بس anyway هلا مش جاي عمل دعاية لجناس، جاي بس أعلمكم عن كيف تنقوا شركة نتورك ماركتينج، وكيف تنتبهوا إذا هيدا عن جد نتورك ماركتينج أم لا. مش كل شركة بتسمي أنه أنا عم بعمل نتورك ماركتينج هن شركات نتورك ماركتينج. أوكي، فأول كاتيجوري، أول نوع من الشركات، إذا حاطت أنا إكس أحمر يعني أوعى أوعى تنخدعوا، لأنه هولي خدعة منو نتورك ماركتينج، بس بيسموا حالهم نتورك ماركتينج او مالتي ليفل ماركتينج تيقولوا انه نحن قانونيين. اوكي، وبيفرجوكم الشركات القانونيه وبيقولوا نحن مثلهم. اوكي، سو اوعى تنخدعوا. فهول الشركات بيسموا، انا الكاتيجوري حطيت بونزي وبيراميد سكيم. اوكي، اول شيء بيراميد سكيم فسرتكم شو هو، بس هلا رح فوت تفاصيل اكثر، او خدعه الهرم. بونزي سكيم أو خدعة البونزي جاية من شخص عائلته كان بونزي بالثلاثينات 1930s بأمريكا، واللي عمل هو، خلينا أعطيكم مثل شو يعني بونزي سكيم. بونزي سكيم يعني أنا عندي، رح أعطيكم مثل، في كتير أنواع بس أعطيكم مثل، وما بعرف إذا اللبنانية اللي عم بيحضرونا هلأ مزبوط في ناس بلش يقولوا دغري، اللبنانية اللي عم بيحضروا هلأ هذا التدريب سمعوا كتير كلمة بونزي سكيم بالأخبار أو بالسوشيال ميديا سنة الماضي. أوكي، فخليني أفسركم شو يعني بونزي سكيم. تنقول أنا عندي مشروع، رح أعمل مشروع بنايات مثلا، حيالنا مشروع، بس خلينا نقول بنعمل مشروع بنايات، وعم جرب جيب عم جرب جيب رأس مال، بس ما عم بلاقي رأس مال ناس يستثمروا كبيرة، فبصير روح على المستثمرين الصغار. اوكي، انه انا رح اعمل هيدا المشروع، ريتا انا رح اعمل هيدا المشروع وفيك تربحي منها، ليكي شو بربا معك مصاري، بس انه ليش لا بتستفيدي، اعطيني $1,000 وأنا كل شهر رح رجع لك $100 على سنة. أوكي؟ شو بيصير؟ أنه آخر السنة ريتا تعمل 1200، ما هيك 12 شهر 100 1200 تربح $200. أوكي؟ فشو بيصير؟ أنا ريتا عطتني $1,000 وبصير أعطيها أنا $100 كل شهر، على تاني شهر، تالت شهر، رابع شهر عم تقبض هي. أوكي؟ بقول لها ريتا ليك شو شفتي أنه أنا صريح عم بعطيك $100 كل شهر. اوكي، ليك شو اذا بتجيب غير شخص كمان من رفقاتك او عائلتك يستثمروا $1,000، اوكي راح اعطيهم كمان $100 كل شهر وبعطيك ربح $100 زياده لانه انت جبت هيدا الشخص. اوكي، ف تشارلز بونزي مزبوط كاترين قالت. ف عم بعطي مثل، في كتير امثال بس عم بعطي مثل. اوكي، بتتحمس ريتا لانه شافتني عم بعطيها مصاري، بتصير تجيب رفقاتها يستثمروا وبتصير تكبر، هيدا تكبر تنتشر. وين المشكله؟ المشكله اذا انا ما بعرف عن جد اذا بدي مشي هيدا المشروع ام لا، او انا ما بعرف دير هيدا المشروع. يعني من الاخر البونزي سكيم بيصير لما نحن عم نستثمر لشيء طلع مش صح، او المشروع ما انبنت، صار في مشاكل، او انا عم بصرف المصاري بطريقه غلط،
واخر شيء بصير لازم ادفع $100 للعالم وما عندي. الطريقه الوحيده تقدر ادفع $100 لازم حدا جديد يدفع 1000، حدا جديد يدفع 1000. اوكي، فهيدا الشيء بيسموه بونزي سكيم، لانه راح يكون في ضحايا كثيره اخر شيء، ناس استثمروا مصرياتهم وخسروهم. اوكي، وما تسمعوا ناس هربوا لبلد معين، او في ناس يعطوا بالفايده هربوا، بتعرفوا هالقصص بتضيع يمكن بتصير. فكمان هو البونزي سكيم، واكبر بونزي سكيم اللي من لبنان تعرفوا انه الدوله اللبنانيه عملت بونزي سكيم، طلب من العالم عطوا فايده عاليه، عطوا فايده عاليه للناس بلا ما يكون عندهم مدخول، دولة ما عندها مدخول إيرادات تقدر تسكر هالفوائد. فآخر شيء ما عاد عندهم مصاري يعطوا هالفوائد، حتى ما عاد عندهم مصاري. فالطريقة الوحيدة كانوا عم بيدفعوا الفوائد هو من المصاري المودعين كانوا عم بيحطوا. فآخر شيء العالم كلهم خسروا بصرياتهم. أوكي، فللي عايشين بلبنان فهمتوا كتير منيح شو يعني بونزي سكيم. يعني المشروع الفايدة اللي عطته هو أصلاً بالمقابل ما في مشروع بيغطي هالفايدة اللي عم تعطي. أوكي، فهيدا البونزي سكيم. شو نقطة الشبه؟ نقطة الشبه أنه إذا بتجيب ناس بعطيك كوميشن. أوكي، هاي نقطة الشبه. فالبونزي سكيم بيراميد سكيم، بيراميد سكيم لما عكذا ليفل عم بعطي هالكوميشن. أوكي، بلا ما هلا كاتب أنا هون إذا بدكم تنتبهوا إذا هالشركة بونزي أو بيراميد وبيسموا حالهم نتورك ماركتينج، انتبهوا على هول النقاط. كتبت كم شغلة في كتير، بس كتبت كم شغلة إذا صاير معكم اتذكروا. أوكي، أول شيء ما بيكون في منتج أو خدمة، يعني نحن ما عم نتاجر. أوكي، فأول نقطة تنتبهوا إذا هيدا بونزي أو بيراميد، ما في خدمة أو منتج. واحد، ما بيكون نتورك ماركتينج. تاني شيء، ما في مستخدمين. أكترية الناس يعني المدخول جاي من وراء ناس عم يستثمروا. ثلاثة، عادة بيكون investment plans، يعني بيقولوا لكم استثمر، بيستعملوا كلمة استثمر، مستثمر. أوكي، فهول الشركات إذا بيقولوا لكم استثمر هربوا، ما بنصحكم. أنا ماني ضد الاستثمار، بس ما نتورك ماركتينج واستثمار ما بتمشي، لأنه نتورك ماركتينج تجارة منتجات أو خدمات. ما فيكم تحطوا الاستثمار مع نتورك ماركتينج، بتصير غير قانونية. أوكي؟ رابع نقطة، promising that the company will be في شركات لما بيقولوا لكم رح نصير هيك، رح يكون عنا هالخدمات، رح يكون عنا هالمنتجات، رح نعمل هيك، رح نعمل هيك، رح نعمل هيك. الشركة وعود كتير كبار انه رح يصيروا هيك، بيفرجوكم باوربوينت، بيفرجوكم الويب سايت كيف بده يصير، بيفرجوكم قصص. اوكي، فهولي انتبهوا، تتحمسوا على الفيجن الكبير بعدين، بس صراحة خليهم يخلصوا بعدين شوفوا إذا خرجوا الاستثمار أم لا. أوكي، promising return on investment ROI without working. أوكي، لما حدا بيقلكن أو تسمعوا أنتو استثمر مش ضروري تشتغل، ونحن نستثمر مصرياتك. أوكي، وبتصير يطلع لك نسبة من المصاري اللي منشغل مصرياتك. أوكي، ف هولي لما تسمعوا return on investment تهربوا إذا قالوا network marketing. إذا أنتوا عبالكم تستثمروا بحياتكم في stock market، في كتير أساس فيكم تستثمروا، في forex فيكم تعملوا لحالكم، بس مش مع network marketing. أوكي، ما خصهم ببعض. sell trainings في هولي بيقول تيحموا حالهم قانونيا. أوكي، بيقولوا نحن network marketing، ايه في استثمار، بس نحن لا، نحن ما بنستثمر، نحن العالم عم بيدفعوا مصاري عم بيشتروا تدريبات للسيلز او تدريبات للفوركس او تدريبات لما بعرف شو. حبيبي
الشركات اللي بيعملوا هيدا الشيء هن بس عاملينها تيحموا حالهم قانونيا، انه هول العالم عم بيشتروا تدريبات، مين قال له هالتدريبات حقهم هالقد، ومين قال له الناس عم بيحضروا هالتدريبات؟ اوكي، تدريبات ما لهم قيمه. اوكي، فيكم هالتدريبات تشترون على اليوتيوب او تحضرون لا ببلاش. اوكي، فانتبهوا لما يقولوا نحن نتورك ماركتينج انت عم تشتري التدريبات، هيدي خدعه كتير كبيره. وصراحه شايف هيدي الخدعه انا باخر 11 سنه صارت ترند، ترند يعني موضه. اوكي، وهول الناس اللي هن بيعملوا هول السكيمز، هول الخدع، بينتقلوا من ترند لترند تاني، من موضه لموضه تاني. اوكي، يعني مثلا اعطيكم كم امثال. كريبتو كارنسي، صار في شركات نتورك ماركتينج مع كريبتو كارنسي. اوكي، يعني مثل وان كوين، كان في اكبر خدعه بسنه 2020، من 2010 ل 2020، بقول لكم اكبر خدعه عالميا هي كانت وان كوين. استعملوا النتورك ماركتينج على اساس. اوكي، وعلى عم بيبيعوا، هن اخترعوا كريبتو كارنسي واسمها وان كوين، اند العالم صاروا، خاصه هن التوقيت كان رائع لهم، لانه كان توقيت البيتكوين كان عم تعلى سعره للبيتكوين، فالعالم اللي حسوا انه انا بيتكوين صار غالي كتير، خليني اشتري كوين جديد بعد ما انه معروف، بعمل مصاري مثل العالم اللي اشتروا بيتكوين. اول شيء فاتوا بهيدي الخدعه، وكمان الشركه وعدوا راح يكونوا اقوى كريبتو كارنسي بالعالم، ما بعرف شو ما بعرف شو، سحبت الشركه مختفي من العالم، ما حدا بيعرف وين هي هلا. امريكا عم بفتش عليهم، اف بي اي عم بتفتش عليها، كما شو خيا بلوس انجلوس، شفتوا انا كثير بتابع بتابع الاخبار وهول القصص. ف من بعدها مثلا كريبتو كارنسي لهلا في كم شركات عم بيضاينوا من المنطقه العربيه، لانه باقي البلدان اكلوا الضرب من وان كوين. اوكي، ففي مثل داك كوين، مثل يونيك فاينانس كان عندهم شيء هيك، وهلا حاليا اوكي، وزيت الشيء وان كوين كانوا يقولوا عم بيع التدريبات. عم نبيع التدريبات، نحن ما عم نبيع وان كوين. اوكي، زيت الخدعه. اوكي، بي مزبوط، بي في كتير ناس عم بيقولوا كم شركات، كل شيء خاصه كريبتو كارنسي نتورك ماركتينج هربوا. واصلا عندي دوكيومنتري شو اسمه بلوج من محامي لشركات النتورك ماركتينج كيفن تومبسون، عامل حكي عن هيدا الموضوع بكل تفاصيل، انه كريبتو كارنسي ونتورك ماركتينج ما بيمشي الحال، هيدا محامي لشركات الاملم. اوكي، ف غير عن هيك في كمان شركات مثلا بيقعدوا بنقاط. اوكي، بيعطوكم نقاط، تشتروا نقاط، يمكن هالنقاط يتحولوا لأسهم للشركة وما بعرف شو كمان. ما هربوا تدريبات مثل ما قلت، إذا بيبيعوا التدريبات هيدي خد بس تيحموا حاله مش تيحموكم. أوكي، وهلأ الترند الجديد، الموضة الجديدة اللي فيه هو فوركس تريدينج. أوكي، فوركس تريدينج هلأ الموضة لهول السكيمرز، انه عم بيبيعوا تدريبات لاستثمار بالفوركس. اوكي، وبيسموا حالهم نتورك ماركتينج. اوكي، فهول الشركات ما بنصحكم، ما تنخدعوا، هلا ريسنتلي فاتوا بالمنطقه العربيه، انتبهوا منهم، ما تنخدعوا من الارقام اللي عم يعملوا. رح لكم شغله، استثمار ونتورك ماركتينج، شخص اللي بيبنيها بيعمل كتير مصاري، اسرع بكتير من legal network marketing مثل جوناس. اوكي، اسرع بكتير. تقلكم ليه؟ لانه العالم الاكثريه لما تعطون الخيار بين اشتري برودكت، تعلم المهارات، ابني البزنس، ابني شبكه تسويق، في تعب، في تضحيه. اوكي، بس قانوني، او حط مصاري وبعد سنتين ثلاثه بتعمل مصاري، العالم كسلانين بفضلوا التاني. اوكي، فبدكم تنتبهوا، لانه العالم اهين لهم يكبوا المصاري وما يشتغلوا
بدل ما نقول لهم اشتروا برودكت وبنوا البزنس. اوكي، فمشان هيك نعمل مدخول اعلى بكتير، وخاصه لما نبيع منتجات. نحن منتجات لهم قيمه، لهم سعر. اوكي، يعني ما فينا نغلي كتير، لهم سعر معين. اوكي، بينما لما نكون استثمار وعم نستثمر لشيء اصلا مش موجود، اوكي، فينا نعلي مثل ما بدنا. اوكي، فوقتها بيصير في باكجز 10,000 دولار، 5,000 دولار. فاكيد النسبه اللي بيعملوها الاشخاص اللي بيبنوا بيراميد سكيم او بونزي سكيم نسبه عاليه، بيعملوا مدخول جنوني. اوكي، يمكن يوصلوا ارقامهم ل 100,000 دولار، 200,000 دولار بالشهر بسرعه. يعني بتشوفوا واحد يمكن عمره 25-26 عم بيعمل هالقد مدخول. اوكي، انتبهوا، هيدي فتره قصيره، ترند، موضه بتموت. اوكي، وسمعتكم تنضرب اكثر من المصاري اللي بتعملوه. اوكي، انتبهوا من هيدا الموضوع. في ناس عم بيقولوا لازم تنتبه انه فوركس هو مش سكام. لا لا، انا ما عم بقول فوركس تريدينج او استثمار بعالم الفوركس او استثمار بالستوك ماركت هو غير قانوني، ما عم بقول هالشيء. انا عم بقول الشركات يلي بيستعملوا الفوركس تريدينج مع النتورك ماركتينج. اوكي، فالاستثمارات اللي بيصيروا او اللي عم بيشتروا تدريبات على اساس، اوكي، بس انه بيعملوا مصاري من الكوميشنز اللي الاستثمارات اللي عم بيصيروا. اوكي، هيدا الشيء غير قانوني، وخاصه انه بيقعدوا انه اذا بتستثمر معنا نحن عندنا، نحن بنشغل مصرياتك. هيدا الشيء استثمار. بدي اياكم تعرفوا شغله، الاستثمار بده لايسنس. الشركه اللي بتقعد استثمار ريتيرن اون انفستمنت بدها لايسنس، يعني بدها رخصه من الدوله اللي هن عم بيتعاملوا فيها، او كل دوله هن عم ياخذوا فيها استثمار. اوكي، اكتريت هالشركة كلهم تقريبا، كل الشركات اللي عم يعملوا فوركس تريدينج او حيلا استثمار ونتورك ماركتينج ما عندهم هيدا الرخصه، عندهم سيستر كومبانيز حاطينهم تست يفرجوا ان احنا عندنا رخصه من اس اي سي، بس صراحه كلهم كذب. اوكي، اصلا ما راح تضاين، هي بس موضه. وهلا كمان في موضه ثانيه بعد الكريبتو كرنسي، مايننج. اوكي، تستثمروا بشركه عم تعمل مايننج للكريبتو كرنسي. اهم شيء يفهموا القانون، القانون بيقول نتورك ماركتينج لازم يكون في مستخدمين. اوكي، مستخدمين، اذا ما في مستخدمين هي غير قانونيه، لو شو ما عم بيفرجوكم ارقام عم يعملوا. اوكي، مستهلكين. يس، تاني كاتيجوري من الشركات، تاني كاتيجوري من الشركات هن شركات انا بسميهم product or service pyramid. اوكي، وكمان اكس احمر كبير، اوعى اوعى اوعى. اوكي، هول الشركات صراحه، في شخص كل وقت عم بحط زيرو، ما بعرف ليه، ليش عم بتحطوا زيرو؟ اوكي، كمان زيرو، ما بعرف شو عم بيصير. اوكي، product or service pyramid. product or service pyramid هن شركات بيقولوا انه هن عم بيشتغلوا بالنتورك ماركتينج. اوكي، بيعطوا كوميشن على كذا ليفل. ف عم بيتاكدوا من الحضور. اوكي، طيب، ف بيشتغلوا كذا ليفل بس، وعندهم منتجات، يعني مش مثل الكاتيجوري الاول، عندهم منتجات وعندهم خدمات. شو مشكلتهم؟ مشكلتهم انه هول الشركات هن حاطين منتج وخدمه بس كرمال يقولوا نحن قانونيين، نحن عم نتاجر بالمنتجات، بس هي خدعه. ليه؟ وكيف فيكم تعرفوا؟ اول شيء واول سؤال لازم تسالوا حالكم لما تنعزموا من هيك نوع شركات، هل هالمنتجات انا بدي اياهم؟ هل هالمنتجات انا حابب اجربهم؟ عن جد حابب؟ هل هالمنتجات او الخدمات بقدر بيعهم؟
في طلب عليهم؟ في طلب بالسوق؟ اوكي، هل هالمنتجات غريبين يونيك؟ يعني هل هالمنتجات لهم طلب بالسوق؟ فكل هول الامور كتير مهمين. اوكي، فاول شيء هول الشركات بيكون حاطين منتج او خدمه ما لها قيمه، فريدين مميزين، شكرا، بحطوا خدمه او منتجات ما لهم قيمه، يعني اذا بتجربوا تبيعوهم بالسوق ما حدا بيشتري. اوكي، واحد. اثنين، بيكون في يمكن هالمنتجات اوفر برايسد، يعني سعرهم اعلى بكتير من السوق. اوكي، مثل منبيع فلتر المي ب $600. اوكي، فلتر مي ب $600 اللي مثله فيه بالسوق ب $200. اوكي، بيع ساعه ب $1,000 ما لنا معروفه اصلا. اوكي، او منبيع تنقول عم بيع الكباية انا ب $100. شو قالوا معي؟ انا بدي سعر $100. اوكي، لا قالوا معك حبيبي، لانه قول الناس رح يشتروا هالكبايات ما رح يقدروا يبيعوا. اوكي، فهول الشركات هي بس حاطين المنتجات كخدعة بس تيقولوا نحن عم نتابع وينين نتورك ماركتينج. اوكي، ف وما عندهم مستخدمين مثل ما قلنا، ما عندهم زبائن. في ناس عم بيحطوا اسم شركة معروفة كانت بالمنطقة العربية، سموا حالهم نتورك ماركتينج بس منهم. اوكي، they sell the business more than the products. اذا شفتوا عم بيبيعوا البزنس اكثر من المنتجات كل الوقت، بزنس بزنس، يعني ما يعني البرزنتيشن تبعهم بيكون مثلا دقيقه عن الدقيقه، دقيقتين، خمس دقائق ماكسيموم عن البرودكتس، والباقي كله عن البزنس. اوكي، هول الشركات هن من هيدا الكاتيجوري. اوكي، يعني هن بيراميد منه نتورك ماركتينج. 99.9% من المبيعات هي من وراء العالم اللي عم بيفوتوا على البزنس، مش من وراء مبيعات للمنتجات. او اذا استعملوا هالجمله، we don't care about the products، اخر همنا المنتجات. اوكي، فاول شركه انا اشتغلت فيها انا مفكر عم ببني نتورك ماركتينج هي هالكاتيجوري من الشركات. اوكي، كان عندهم ساعه وقلم، يلي قد ما كانت الساعه بشعه ما كنت حتى بالبرزنتيشن. اوكي، فما كان لها قيمه، ما كان في يبيعها. ترافل باكيجز، في شركات عندهم ترافل باكيجز مثلا بيطلع لكم عرض بسفره بمطرح ديسكاونت باوتيل ما بعرف شو، اللي اصلا انت ما كان بدك اياها اصلا، ما بعرف من وين اجت. اوكي، اوتيل ريزرفيشنز 100% كاش باك. اوكي، يعني بيعودوكم بكاش باك، ديسكاونتس. صراحه ليه بدك تدفع على شيء تيجيك ديسكاونت؟ لانه اصلا في ديسكاونت وين ما كان على الانترنت، صح؟ وين ما كان في ديسكاونت، وين ما كان في عروضات على الانترنت، فليه بدنا؟ فاذا بدكم اسامي شركات، مثلا كان في جي ام اي مثل ما في ناس عم بيقولوا، جولد ماين انترناشونال بلبنان، كان في كيونت بالمنطقه العربيه منتشره وبعدها لهلا بالمنطقه العربيه، بس في كذا بلدان سكروهم، وكذا مره دي اس اي جربوا يفوتوا على سوري كيونت جربوا يفوتوا على دي اس اي ما قدروا. اوكي، ف كمان بدي اقول لكم شغله، في شغله كمان بيطلعوا فيها الاف تي سي، في شغله بينتبهوا فيها الاف تي سي، انه ما يكون في شيء اسمه بيسموه الامريكان pay to play. pay to play يعني ادفع اكثر تعمل نسب اكثر، هذا شيء ممنوع. اوكي، هذا شيء بيصير بيراميد سكيم، بيصير استثمار، بيصير مثل اول نوعين من الشركات. اوكي، فكيونت مثلا عندهم هالشيء، اذا بتدفع تفتح كذا اكونت بيسمحوا لك بزيت الاسم تفتح كذا اكونت، هيدا شيء ممنوع. اوكي، فترينينجز كمان بيبيعوا ترينينجز يمكن ما لهم قيمه من هول الشركات. ثالث نوع من الشركات هن الكول ايديا. اي بومرانج، اللي عم بيسال اي بومرانج هو هذا النوع من الشركات. اوكي، ما لهم قيمه اصلا، ماتوا ما ضاينوا بلبنان. اوكي، كول ايديا، كول ايديا شركه اذا لاحظتوا ما حطيت اكس من هلا ورايح، ما راح احط اكس احمر، اشاره حمراء، لانه هول الشركات قانونيين. اوكي،
ما في حدا بيفوت بالحبس أو شيء، أوكي ما في ولا مشكلة، وما في يصير في كتير ضحايا، بس في هول القصص اللي حكيوا عنا المستشارين اللي أنا ما كنت أنتبه عليهم قبل، تعلمت منهم وشكراً لقلهم صراحة هالمعلومات. فكول ايديا، كول ايديا يعني فكرة مهضومة، أوكي؟ شركات الفكرة المهضومة، فكرة الحلوة، فكرة الجديدة. شو هنن هول الشركات؟ كيف تعرفوا ان هنن كول ايديا؟ الشركة كلها مؤسسة ع منتج معين او خدمة معينة او تكنولوجيا جديدة او فكرة جديدة او ingredient مكون فريد من نوعه، اوكي؟ وفي كتير شركات بتشوفوا واو هالشركة عم تنتشر، واو هالشركة عم تكبر، وبتنخدعوا إذا ما عندكم هالمعلومة. أنا من الأشخاص اللي انخدعت أول شيء وفكرت تسجل مع شركة وابني مع شركة كول ايديا، بس بعد ما عادت مع المستشارين فهمت، أوكي؟ يلي بيصير لما شركة تخترع منتج جديد أو خدمة جديدة أو فكرة جديدة ومطلوبة، أوكي؟ وفي معقولة يكون هؤلاء الشركات كمان بـ DSA، شركات قانونيين. اللي بيصير إنه لأنه فكرة جديدة السوق بيصير في طلب، بيصير في طلب لهالمنتج، بيصير في طلب لهالخدمة، بيصير في طلب لهالمكون، وبيصير في مبيعات، وبيصير في انتشار، وبيصير في نجاح. المشكلة إذا أصحاب الشركة ما عندهم خبرة كافية إنه السوق بيزهق بسرعة ولازم يستثمروا هيدا المدخول اللي عم بيجي، يستثمروا بالريسيرش اند ديفلوبمنت، يعني معناتها لازم يستثمروا تيشتغلوا تيبنوا او يصنعوا شريك منتجات او خدمات او تكنولوجيا تبعهم يضل يطورون، هيدا النجاح راح يكون قصير. والمشكله الاشخاص اللي عم بيبنوا شبكه التسويق معهم ديستريبيوترز او نتوركرز راح يحسوا ب شو صار؟ رجع قشط السيلز فوليوم، ما عم بقدر بيع، ما عم لاقي حدا، ما الناس مش متحمسين. ليه؟ لأنه حيلا سوق بيزهق بسرعة، بدهم دايما قصة جديدة، أوكي؟ فهول الشركات يلي based on مثلا في حدا كتب forever living، مشكلة forever living أنه بيشتغلوا على بس مكون واحد اللي هو ألوفيرا، أوكي بيفوتوا بسوق جديد. ولذا شايفين كاتب أن only way they can sustain is opening new markets، الطريقة الوحيدة تيضاينوا بسوق، أوكي هو أنه يفتحوا الطريقة الوحيدة تيضاينوا الشركة لازم يفتحوا أسواق جديدة، أوكي؟ فهول الشركات ما بنصح أبدا. اللي بيصير أنه بتصيروا مجبورين تنتقلوا لغير شركة بعدين، بتصيروا يعني مثلا انا كاتب اكزامبل سبيشال مشروم مثلا، كان في شركه اسمها اورجانو جولد كبرت كتير، بس لانه كان متكل على مشروم معين من الصين، كانوا يعملوا قهوه مع مشروم معين، فطر معين، قال زهقوا السوق، ما كان في شيء جديد، لبين ما نزلوا منتجات جديد كان too late، اوكي. فانا لما صرت اعمل بحث كنت صرت انتبه على تطور الشركه من اول ما تاسسوا لهلا، كنت عامل بحث فهيدا الشيء كنت لازم دائما كنت انتبه عليه، اوكي. كمان ديسكاونت، كل ايديا، تكنولوجي جديده، نظارات جديد، ما بعرف شو عاملين، هولي ما بنصحكم، اوكي. شركات، رابع نوع من الشركات ان هن الاول جاينتس، يعني شو جاينت بالعربي؟ جاينت عمالقة، اوكي، العمالقة القديمين، اوكي، او الشركات القديمين العمالقة، اوكي. هول الشركات شركات قديمين قانونيين، عندهم سمعة حلوة عالميا، اوكي. مشكلتهم انه بقيوا قدام، اوكي، بقيوا قدام، مثل هيربالايف، مثل امواي، مثل
كذا غير شركات. اوكي بقي قدام شو معناتها؟ ما طوروا الكومبنسيشن بلان تبعهم، يعني طريقة الدخل ما طوروه مع كل شيء جديد هلا تطور عم بيصير. مشان هيك لما الشخص بده يبني هيدا المجال، الوقت اللي بياخد معه تا يعمل مدخول، لا ايفن مش من هالشركات، هلا بعد شوي رح اعطيك المثل لايفن. اوكي الوقت اللي بياخد الشخص تا يعمل مدخول عالي بهالشركات بياخد، يعني تشخص من الاخر تشخص يعمل 10,000 دولار بالشهر كل شهر، معقول ياخد معه اكثر من 10 سنين لانه الكومبنسيشن بلان تبعهم او طرق الدخل قادمين ما بتستفيدوا عدة ليفل، يمكن 3 ليفل بس 4 ليفل، واكثر متجه اتجاه بيع مباشر اكثر من المالتي ليفل. اوكي ف كثير صعب، مش مستحيل، في انجح انا لو اشتغلت مع هالشركات، بس اذا في الاهين ليش لا؟ هيدا قصدي. اوكي وكمان مشكلتهم انه بطيئين هلا بما انه كبروا كتير صاروا بطيئين انهم ياخذوا قرارات جديد، منهم سريعين وفيري كتير بينتبهوا قبل ما يفتحوا سوق جديد، بياخذوا وقتهم. فنحن كناس من المنطقه العربيه مش من مصلحتنا نشتغل مع هيك شركات لانه بطيئين كتير. اوكي يعني مثل هيربا لايف بالمنطقه العربيه فتحوا لبنان من 2011 لهلا ما في غير بلد فتحوا مثلا. اوكي من 2011 لهلا. سوبر ماركت خامس نوع من الشركات. سوبر ماركت هن شركات منتجاتهم في عندهم كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء اللي بدكم. اوكي في شاي، في قهوه، في عطر، في كريم، في كلينكس، في ادوات تنظيف، في شو ما بدكم فيه. اوكي ما في شيء مميز لمنتجاتهم، مثلهم مثل اللي موجود بالسوق، مثل اف ام في ناس كتبوا دي اكس ان 100%. اوكي في مثل يعني ذات الكواليتي النوعيه وهيك موجود بالسوق، يعني ما في شيء مميز ساينتيفيكال اور سمثينج. هي الفكره انه منتجاتهم رخاص. اوكي منتجاتهم رخاص وهي الاكثر شيء ماشي لانه ماشي اكثر شيء بين النسوان بين بعض، النسوان اللي ببيوتهم. اوكي النسوان بين بعض ببيعوا. في ناس كتبوا بلبنان اف ام، ايفن، تابروير. هلا تابروير منتجاتهم بعقده كثير رائعين، بس كمان هي الطريقه اللي عاملينها تابروير خلينا حتى الاولد جاينت، اولد جاينت اوكي قبل، بس ايفن عندهم ميك اب منه هالقد رائع صراحه، عادي. اوكي ماري كي عادي، الاف ام اللي كان بلبنان ما بتضاينوا عادي. اوكي فهن النسوان بين بعض عم بيبيعوا، هيدا اللي بيصير. فالشخص تا ينجح نجاح كبير صعب صعب، بس في كتير نسوان مبسوطين عم بيطلعوا اكسترا مصاري انه بيربحوا 5 دولار دولارين على كل قطعه بيجمعوا. اوكي فهيدا اللي بيصير. اخر شيء اخر كاتيجوري هن الروك ستارز. الروك ستارز هن الشركات اللي نصحون هيك سمون صراحه المستشارين الروك ستارز. فالروك ستارز هن كيف نحن قدرنا ننقي شركة جوناس، او في كمان مثل شركة جوناس غير شركات بس منو نكتار بنعدوا اصابع صراحه. بعد ما عملنا بحث ل 220 شركه اللي هن ممبرز بالدي اس اي، اخر شيء نقينا توب 10 من التوب 10 توب 5 توب 5 لبين ما وصلنا على شركه جوناس. ما بقول جوناس هي الوحيده، اوكي هي روك ستار بس منو نكتار، يا ريت في احسن بس ما لقيت. اوكي فشو هن الروك ستارز؟ روك ستارز اول شيء هي شركه very updated، يعني دائما بيجددوا حالهم حسب تطورات اللي عم بيصير بعالم النتورك ماركتينج. يعني اذا في شيء تطور جديد بعالم الكومبنسيشن بلان بطريقه الدخل بيجددوا حالهم، اذا في تطور بعالم الماركتينج بيجددوا حالهم، بيطوروا مع التطور ما بيبقوا قدام. هي نمبر 1. نمبر 2 كثير
الريسيرش اند ديفلوبمنت يعني اللي بيها الشركه مطرح ما بيصنعوا شركات منتجات جديده وبيعملوا ابحاث لمنتجات جديد قويه جدا وفي استثمار قوي لهذا الموضوع. اوكي ف اساس شركه اخر شيء نجاح شركه شو هي من الاساس ان المنتج او الخدمه اللي بيبيعه اذا المنتج والخدمه اللي عم بيبيعه منهم اقوياء يعني قوية وما بينافسوا السوق ما رح تنجح الشركه قد ما نتورك ماركتينج كفرصه حلوه. اوكي فهيدا النقطه كثير مهمه بدي اياكم تحطوا براسكم. ف مثلا بجناس في دكتور نيومان دكتور جان بابا دكتور امزلا كل الدكاتره كل سنه عم بيخترعوا لنا منتجات ورجعوا جابوا دكاتره جداد كمان مثل درابو جاب لنا ريفايتا برو فهول منتجات لحالهم فيهم ينافسوا حيلا منتج بالسوق موجود. ف ريسيرش اند ديفلوبمنت كثير مهم لانه الاصحاب الشركات بيعرفوا انه السوق بيزهق فمشان هيك كل سنه لازم يزيدوا منتجات جداد للسوق ما يزهق وما يكون بس انجريدينت معين او مكون معين او بس منتج واحد لا دائما بده تطور وهيدي نقطه اكتريه شركات غير النتورك ماركتينج ما بيفهموها وما بيعرفوها. اوكي بدكم كمان شركه سريعه الانتشار جيوغرافيا لانه صرنا بعالم عم ننتشر بسرعه الانترنت وحد العالم عولمه فما عاد في بفتح اول شيء هالمنطقه ثاني منطقه بعد 10 سنين 15 سنه لا هيدا البلد خلص صرنا بعالم واحد فالشركات اللي بفهمنين هالشيء هن احسن لنا لانه اخر شيء اذا انا بدي ابني بزنس عالمي بدي عن جد ابني مع العالم مش بس 10 دول لانه شركه فاتحه 10 دول. اوكي ما تنسوا شركات النتورك ماركتينج هن بيستثمروا بيفتحوا البلدان. اوكي فكمان لازم الشركه تكون كرأس مال قوي تقدروا يداينوا. أصحاب الشركة بالبحث اللي عملنا طلعنا على تاريخ أصحاب الشركة. أوكي؟ تاريخ أصحاب الشركة كتير مهمة لأنه إذا كانوا هالأصحاب الشركة ناجحين بالحياة أم لا ناجحين بعالم البزنس أم لا مش بس ناجحين بالنتورك ماركتينج. أوكي؟ لأنه في كتير أصحاب شركات نتورك ماركتينج بيفتحوا شركة بيفكروا انه هن اذا ناجحين بعالم النتورك ماركتينج رح ينجحوا يفتحوا شركه نتورك ماركتينج هول الاشخاص ما بيعرفوا انه الشركه اداره شركه غير اوكي رح اقولها بهالطريقه اذا انت شاطر انك تجيب مدخول للشركه مش معناتها انت شاطر تدير شركه اوكي لانه كانه انت شاطر انك تلعب جيتار اوكي بس ما انك شاطر تدير الفرقة الموسيقية. أوكي فهيدي نقطة كتير مهمة لأنه إدارة شركة بدك تعرف يكون عندك خبرة كافية ونجاح بعدة مجالات بالشركة فصاحب شركة يدير شركة هي بدك خبرة ناجحة تقدر ينجح شركة نتورك ماركتينج بعدين منا هينة. أوكي وأكيد تيكون قانوني 100% وتطمنوا بالكم لازم يكون في زباين أكتر من موزعين وهيدا الشيء بيطمن بالكم ولا مرة بيكون عندنا مشاكل مع المحاكم والقوانين. أوكي فهولي هنن بهالطريقة بهالنقطة بكون خلصت التدريب اليوم رعاتي وقت جاوب على كم سؤال إذا عندكم أسئلة فيكم تكتبوا بالـ Q&A أو فضل Q&A لانه تشات ما عم لحق خلينا نشيل ال اوكي شو عندكم اسئله اذا في اسئله بعد سو از نتورك ماركتينج بيكومينج كايند اوف ا مونوبولي نيكولا حايك لا ابدا ما خص ما فهمت ليه سالت السؤال ما خص مانا مونوبولي ابدا شارب سمور what is the reason انه ممنوع حدا يشتغل ب two network marketing companies at the same time ايه شارب حلو السؤال ليه الشركات النتورك ماركتينج بيمنعوا الناس يشتغلوا بشركتين نتورك ماركتينج شارب لانه انا كنت فكر مثلك اول شيء انه ليه لا اوكي بس مع الوقت اكتشفت وين المشكله اول شيء إذا الشخص عم بيبيع بس
ما عم يبني فريق، أوكي؟ بس عم بيبيع منتجات عدة شركات، ما في مشكلة، ما حدا بيمنعه، ما حدا بيسكله الأكاونت، ما في ولا مشكلة، أوكي؟ بس إذا عم يبني فريق، عم يبني distribution channel، المشكلة أنه الشركة بدها تحمي التعب القادة طبعه، أوكي؟ وإذا أنا عم ببني فريق وعم والشركة عم تسمح أنه حيلا شخص، رح أقولها بهالطريقة شربل، أنت جديد فتت بهلا بجوناس، أوكي؟ وفتت بالأكسليريت تيم، وعم نعطيه المجال يكون عندك دعم كامل من الأكسليريت تيم اللي منه فريقك، ما هيك؟ أنت جيت جديد على الأكسليريت تيم، هذا الأكسليريت تيم اللي موجود بأكثر من 70 بلد، إن عم تتعرف عليه وعم تتعرف على القادة، عم تتعرف على كل هولي، أوكي؟ إذا الشركة بتسمحك إنك تاخد ناس من الأكسليريت تيم لغير شركة، أنا لحظة عندي مشكلة، لشو عم ببني لك لكان هيدا شبكة التسويق، أوكي؟ فمش هناك شركات النتوك ماركتينج أخذوا قرار مع بعض إنه هيدا الشيء ما رح يسمحوا، أوكي؟ فمش هناك بدك تنتبه انه فمشان هيك هو هيدا الشيء ممنوع، لانه بتكون انت مش من وراء تعبك انت بنيت الشبكه، من وراء تعب غير اشخاص، وهيدا الشيء ممنوع. حديم غامس عم بيسال امازون نوت كول ايديا، نحن عم نحكي عن الشركات اللي بيقولوا ان هن بيشتغلوا نتورك ماركتينج، امازون ما خص بهذا الموضوع ابدا. What is the reason انه ممنوع حدا يشتغل؟ اوكي جاوبنا على السؤال. How many consumers does Jonas have with respect to the number of distributors؟ اكثر من 50% على اكيد. What do you think of investing in Bitcoin in terms of safety؟ نسرين هذا موضوع كليا غير شيء. اوكي ما عم بحكي عن استثمار بعالم البيتكوين، ما خص، اوكي انا عم بحكي شركات اللي بيسموا حالهم نتورك ماركتنج او بيتابعوا المالتي ليفل تا يوزعوا كوميشن، اوكي بيتكوين كليا غير شيء. واذا بدك رايي انا ما استثمرت لهلا. Do you think MLM companies take an aggressive approach when they ask and pressure people to, who join them to help to recruit other people and give them the contact numbers of people they know so they can also drag them into the MLM. Shaza Smile. هيدي ما خص الشركات، اوكي؟ في ناس بهيدا المجال بيشتغلوا بطريقه محترف، في ناس بطريقه اماتور وبيجنر، اوكي؟ مثل حيلا غير مجال بتتضايق من ناس يمكن عم بيعملوا سيلز معين جديد، بيكون عم بيكون not professional، تقرفي بتسكر الخط ما بديك، اوكي؟ بس بذات الوقت انت بحياتك اشتريت قصص من سيلز بيبل لانه انت كنت كان عندك حاجه لهيدا الشيء، اوكي؟ فهون ما خص العالم النتورك ماركتينج او مجال النتورك ماركتينج او شركات النتورك ماركتينج، هي مشكله شخصيه من الشخص اللي عم بيشتغل بطريقه غير محترفه. نحن منقول بكل صراحة تعلموا المجال، احضروا التدريبات قبل ما تحكوا حدا، اتدربوا على السكريبت، كونوا محترفين، كل شخص له طريقة، كل شخص له تاكست. ففي ناس ما لهم جلادة يتعلموا لأنه بعد ما خلصوا الجامعة فكروا أنه خلص مش ضروري نتعلم بقى، فهول الناس هن السبب ما خص المجال. Can you explain more how should we face a stranger prospect that is telling us your company is a pyramid scheme? قانونيا سألوا الشخص اللي بيقول pyramid scheme ما بيعرف القانون، اوكي؟ عفوا انا عامل فيسبوك بوست عن هيدا الموضوع من ماي، طلبوا من السفاير تبعك سفاير الابلاين يعمل لك تاج او يبعث لك اللينك، هونيك مفسر كل شيء وفي فيديوز بيفسروا كل شيء، اوكي؟ وفي اللينك تبع القانون وكل شيء، كله موجود هونيك، ففيكم تعملوا تاج للشخص او تحضروا سوا الفرق. في فيديوز عن هذا الموضوع والقانون.
ما هي الشركة التي تعادل شركة جوناس من حيث المميزات والتطور أو نقدر نقارنها بجوناس؟ فضل ما جاوب. Thoughts on Invest View Company؟ ما بعرف على الشركة. إذا اسمها Invest انسى. Okay, انسى. I do agree that to be able to sell the product better, it is preferable to try the product. But it is the fact that in reality, you don't really have to do it. Why do some companies force people to who join the MLM to try their product or packages first? حلو السؤال. الصراحة مستحيل أنا كنت نجحت لو أنا ما جربت المنتجات. مستحيل أنا نجحت لو لهلا ما بستعمل المنتجات. صار لي 4 سنين. مستحيل مستحيل إنه ابني مدخول عالي بلا ما أنا اشتري المنتجات لإلي. مستحيل لأنه استعمال الشخص بتاعتي ثقة للعالم، لأنه هذا المجال ما في ابني بزنس كبير بلا ثقة. ما في يبيع أنا بزنس. تخيل واحد عم يبيع انشورنس من شركة وهو الانشورنس تبعه من غير شركة، ما بيعمل هذا نجاح كبير. هذا الشخص يمكن يبيع كم بيعة، يمكن يعمل شوية مصاري، بس ما بيعمل نجاح لمدى الطويل. أوكي، ما انه مجبور الشخص يشتري المنتجات، بس إذا بدك تنجح نجاح كبير لازم تجرب كل المنتجات، مش بس منتج اثنين، كل المنتجات. هالنصيحة مش بس أنا بعطيها، كل المليونيرية بهالمجال. إذا بدك تصير مثلهم، إذا ما بدك تصير مثلهم بس بدك تطلع شوية مصاري زيادة بحياتك، مش ضروري. Okay. In our invitation process, why shouldn't we inform our prospect that if he didn't like the business, he can still get back his money within a certain period of time? مش ضروري تفوتوا بكل هالتفاصيل لما تعدوا على الشخص. مش ضروري. ما مش ضروري. Done. I ask when you said there are 200 million people in network marketing and still growing. Okay. لا لا لا، ما في مونوبولي، في 8 مليار شخص بالعالم، بعدها ماشي 200 مليون. Is the DSA.org is the reference to know if the non-US company registered in DSA? Non-US company لا لا، بدك تشوف WFDSA حسب البلد. إذا عندك شي سؤال عن حيالة شركة فيك تسألني زيد. Most of the MLM companies work hard on getting people on board to sell their product, knowing very well that they are marketing amateurs or have no experience dealing with customers and do not have a customer base. Anonymous, هنيك انك عامل copy paste من blog. Okay, those people might make profit selling to what's called their warm market, which means friends, family, and other acquaintances. When they run out of the acquaintances to sell to, their profit stop. Do you think it's etiquette to promise those amateur people high profits while knowing very well statistically that they will not make profit for a long time because they will most likely not get the proper customer base? إذا بدنا نحكي بالإتيكال بالنسبة للنسبة من العالم يلي ما رح يتطور وما رح يبنوا المهارات، is it ethical إذا هول الأشخاص ما رح يملوا المدخول الكبير اللي عم يعملوا الأشخاص اللي هن عم يشتغلوا على حالهم؟ لكن خلينا نقول إنه الجامعات والجيم محل الرياضة كمان منهم ethical، لأنه أكترية الناس اللي بيدفعوا فوق 30,000 40,000 دولار بالسنة للجامعة ما بيرجعوا حتى المدخول من وراء التعليم اللي تعلموا، لأنه في نسبة منهم ما تعلموا منيح، في نسبة كبيرة منهم ما رح يلاقوا وظائف بذات المجال اللي تعبوا فيها، في أكترية الناس ما رح يستفيدوا من الجامعة. أكترية، ونسبة صغيرة اللي هن ركزوا، اللي هن تعبوا على حالهم، اللي هن فهموا كتير منيح المجال اللي عم يتعلموا فيها، جابوا أعلى علامات، هن رح يكونوا عم بيستفيدوا من اللي تعلموا بالجامعة وكل هالمصاري اللي دفعوا أهله تعبوا تا يدفعوا الجامعة. أوكي، زائد شيء الجيم، في كتير ناس بيعملوا ممبرشيب للجيم بالشهر، نسبة كتير صغيرة 5% آخر السنة بيضاينوا بالجيم تا يصير جسمهم أحلى. فمعناتها it's ethical جيم، أكترية المصاري اللي عم بيعملوا الجيم والجامعة من الناس اللي ما عم بيستفيدوا من خدماتهم. لكن خلينا نسكر كل البزنسز العالم. Did you trust network marketing before you start? بس الصراحة عملت بحث to trust. Okay, أكيد I didn't trust. عملت بحث كافي عن الموضوع and then I trusted.
Where can we find the recorded videos? I have a recorded video with Dabit. How such companies are dealing with exchange rate in Lebanon, Syria, and Iraq, taking into consideration the black market rate and normal rate? الشركة ما عم تتعامل بهذا الموضوع. الناس اللي بيعيشين بهالبلد هن عم بيهتموا بهالموضوع. They told me, yes, you will make millions, but what will cost the economy? هادي ما فهم سؤالك. Okay, I invite someone to Jonas. She said she is working in Herbalife. That is the same product as Jonas. ما خصن بعض البرودكت. But more cheap than Jonas. She said membership is Herbalife is $12. هيدا الشخص أول شيء ما بيعرف شو جوناس. عم بيجاوب بهيدا الطريقة. Number one. Number two, you have to... أنا بنصحيك أول شيء إذا هي مبسوطة هونيك خليها مبسوطة. أوكي؟ نحن مش جايين ناخد عالم من غير شركات. أوكي؟ إذا هي مبسوطة هونيك خليها مبسوطة. بس أنت دوريك تفرجي أنت شو عندك. أوكي؟ فلازم تحضر البرزنتيشن أول شيء قبل ما تجادج. لأنه ما في حدا بهربلك بلبنان هلا عم يعمل المدخول اللي عم يعمله الناس بجوناس بلبنان. Hello, thank you for your presentation. Still, there are many legal claims against Jonas in the USA. I didn't find it on a blog, but on a legal site, and I read some of the official minutes of the court sessions. Can you please tell us more? Reem, إذا أنت قريتي أنت tell us more. أنا قريتهم كلهم already بعرفهم وكل أكترية القضايا خلصوا باتفاق أو خلصت القضية قبل ما تخلص حتى. ما في حاليا ما في ولا قضية ضد جوناس. وما في ولا قضية طلعت إنه شركة جوناس هي بيراميد سكيم. بالعكس كل النتائج تبع كل هالقضايا طلعوا لمصلحة شركة جوناس. So إذا أنت قريتي already. Is it paying the old investors by the new one? ما عم بفهم سؤالك هذي. Sorry. How do you expect someone that does not have money and cannot buy anything to invest in network marketing? Okay, ما بعرف Anonymous is the first شيء ياريت بتحط اسمك لأنه عيب تحكينا هيك وما عندك اسم. من الآخر رح لك شغلة. هيدا business opportunity. هيلا business opportunity في استثمار صغير مع أنه ما إنه استثمار أنت عم تشتري product. Okay. إذا شخص شايف إنه هيدا استثمار كتير كبير ما تفوت بعالم البزنس أصلا. هذا اللي بنصح ما تفوت بعالم البزنس لاقي وظيفه. اوكي اول ما عم تعزم شخص تيشوف اونلاين بزنس تبع اوكي سوري في اسئله خاصهم بالتريننج في اسئله خاصهم بالهاندلنج اوبجكشنز واللي موجودين كلهم بالتريننجز انا بس كان هدفي اذا في اسئله عن عالم النتورك ماركتينج Are the products that have an official sticker meaning the company legal? Official sticker? ما فهمت. لكن حيلا شركة فيها تكون legal لما تتسجل ببلد معين. مش معناتها legal حسب وينين network marketing. انتبهوا من هالنقطة. اوكي؟ انا هلا علمتكم شو القوانين. فانتوا بدكم تنتبهوا حسب قوانين network marketing. Where is going to the mix marketing for P? ما بعرف utilizator de Zoom. ما بعرف عن شو عم تحكي. I'm sorry. ما فهمت. Mix marketing. ما بعرف شو يعني mix marketing. أول ما عم تعزم الشخص ليشوف أونلاين. شيرين جاجا. هيدا بالتدريبات الشخص اللي عم بيساعدك شيرين الكوتش تسألي الكوتش بيساعدك بفرجيك كيف ان الاشخاص بيشتروا مش كل الناس يعني مش كل الناس يعني في ناس هيك في ناس هيك ما فيك تحكم السوق كله حسب شخص كيف عم بيفكر اوكي في كتير انواع اشخاص بالسوق اوكي can you share with us example of services بي موهن شرك نتورك ماركتينج من الشركات اللي بعرفهم بيقدموا خدمات وناجحين هن خدمات موجودين بامريكا او بكندا بس مش موجود بالمنطقه العربيه مثلا شركه
شركة نسيت اسمها بيت انرجي بعتاد ياس بيت انرجي بيوزعوا كهرباء لأنه في في مناطق بأمريكا ولايات ما في مونوبولي على الكهرباء يعني مش الدولة بتوزع فشركات بيوزعوا فتخيلي عم بتوزع الكهرباء للمنطقة طبعك حلوة الفكرة ففي كتير ناس ناجحين بهيدا الشركة في كمان ليجل شيلد ليجل شيلد هي نتورك ماركتينج لخدمات محاماه اوكي يعني بدل ما تدفع محامي لهيدا المجال محامي لهيدا المجال محامي لهيدا المجال تدفع ممبرشيب لشركه محاماه عندهم محامين من عده ما اختصاصات فبتوفر الزبون بيوفر بهيدي الطريقه وحيلا وقت عنده مشكله بده محامي عنده محامي عم بيساعده ليجل شيت اتس ا فيري نايس كومباني بريم امريكا عندهم انشورنس اند نتورك ماركتينج اوكي فكمان معروف كتير بريم امريكا وفي كتير ناس ناجحين ببريم امريكا فهولي امثال لخدمات منهم موجودين بالمنطقه العربيه اوكي سو اذا في ناس كانوا عم بيسالوا اسئله بالشات سوري ما كنت عم لحق anyway انبسطت بهذا الحديث معكم اوكي سو anyway للي بده يرجع يحضر ما لحق فيكم تحضروا على الفيسبوك وبرجع ببعث الريكوردينج كمان بحبكم كتير ونهار السبت عندنا تريننج سوبر ساتردي من ساعه 11 الصبح توقيت لبنان لساعه 6 رح تتعلموا كيف نشتغل سيستم وكل التفاصيل كيف نبني هيدا البزنس كيف بيكون عندكم زباين كيف بيكون عندكم موزعين وكل التفاصيل مع كل القادة بعلم بفريق Accelerate Team العالميا رح يكونوا هنا عم بيدربوا سو بشوفكم نهار السبت